ايه الحدوته بتبدا يعمل حاج في 2020 بدل ما يكون في فيروس خطير انتشر في كوكب الارض وقضى على كل السكان؟ وللاسف يعني الفيروس اللي انتشر في 2020 ما قضاش على كل السكان. المهم بنشوف ان في واحد راكب اتوبيس واسمه فين وبيكون عمال يلف في كل ولايات امريكا وبيدور على اي حد موجود وبينادي على الناس، بس لف في كل ولايات امريكا وما لقاش اي حد موجود غيره اصلا فيها. وبيفضل بقى يقول مرحبا بكل لغات العالم على امل ان هو يلاقي اي حد، بس للاسف مش بيلاقي. وبيكون نفسه يا عم نفسه والله العظيم نفسه ان هو يلاقي حد بس يتفرج معاه على قناه حدوته جامده. هتقولي ليه؟ انت بص انت تقولي ليه، هتقولي ليه بقى حد يتفرج معاه على قناه حدوته جامده؟ هقول لك يا باشا، ده احنا بنعمل قصص الانبياء يا باشا، بنعمل قصص الانبياء يا باشا. انت متخيل ان انا بعمل قصص الانبياء؟ شفت التقوى والايمان اللي نزلوا عليا مره واحده؟ المهم بروح اتفرج على قصص الانبياء هناك وهتلاقي احنا ايه بنكمل الفيلم. المهم فقرر كده بعد ما تعب وجاب اخره صراحه من اللف والدوران ان هو يكتب لوحه على اول اي مدينه موجود فيها ان في شخص حي في مدينه توسان. وبعدها بنشوف ان هو قرر ان هو يسيب بيته اللي كان عايش فيه وراح يعيش في قصر كبير بقى من لوحده بقى في الدنيا، وبيكون بقى جايب حاجات كتير جدا في البيت بتاعه من المتحف والتماثيل والابواح والجوايز وحاجات نادره كتير جدا. قبل ما بينام بيتمنى ان هو يلاقي اي حد لسه عايش يجي يعيش معاه عشان ما يموتش من الوحده. وحياه ربنا نعرف واحد صاحبي لو لقى العالم كله انتهى ولقى هو لوحده ده هيزغرط، ده هيبص يا نار اسود، ده هيوزع شربات على نفسه. المهم بعدها بنشوف تاني يوم هو عمال يلعب سكواش مع نفسه في البيت وبيروح السوبر ماركت بالبوكسر عادي جدا، ده انت لا لابس بوكسر اصلا. المهم بيفضل عم الحاج يلعب في السوبر ماركت. المهم عم الحاج بياخد حاجات كتير من السوبر ماركت وهو في السكه مروح كده بيشوف مانيكان لبنت فاترينا وبيروح يشرب نبيتة ب 10000 دولار وبيقضي بقى ايامه كلها لعب العاب اوفر بقى فاهم وحاجات غاليه بيلعب بيها بولينجو بيبوظها عادي جدا، ما هو انا لوحدي في العالم. وبيفضل يلعب بالعربيات بتاعه البولينجو والدنيا هايصه وبيكون قاعد بيتفرج كده على فيلم كاستاوي بتاع توم هانكس اللي هو كان تافه جزيره وبيكلم الكوره بتاعته اللي اسمها ويلسون. المهم وبيكون عمك في اللي بيتريق عليه عشان بيتكلم كوره. المهم بعدها بنشوف ان هو وصل لعيد ميلاده وبيروح يقضيه لوحده وبيفتكر لما كان بيحتفل بيه مع اهله واصحابه وجيرانه والناس دي كلها. وبعدها بيعدي 5 شهور وبنكون في 2021 وبيكون البيت متبهدل جدا وعامل زي الخرابه ومليان ازايز فاضيه وبيكون الحمام مسدود اصلا، فبيعمل الحمام بتاعه في حمام السباحه عادي جدا وبيكون بيعمل زي حمام سباحه صغنون كده من ازاز الكحول وبيكون عامل شخصيات كده عامل حاجة حواليه وبيكلمه على ان هم بني ادمين. ايوه كان بيقلص لي على توم هانكس. المهم بعد كده بيتكلم معاهم شويه وبيكون حزين ومكتئب بسبب الوحده اللي هو فيها وبيقول ان الناس وحشته جدا وحشته اللمه والستات، يا جدع انا عايز ستات، وان هو مستعد يضحي باي حاجه عشان يشوف حي بس اشم ريحه ست ولو مره واحده. المهم يا حاج بيطلب من كره من الميعاد اللي هو بيكلمهم دول ان هو يروح معاه مشوار وبيروح يركب العربيه مع واحد من الكور دي، يعني توم هانكس كان بيكلم كوره انت بسم الله ما شاء الله عاملهم مزاد. المهم يا عم الحاج بيعدي من قدام المانيكان بتاع البنت في الفاترينا وبيكون عامل ان في حوار بيدور ما بينه كده وما بين صاحبه الكوره ده، وبيكون الكوره عايز يروح يكلم المانيكان دي عشان انها بنت بقى وهو معجب بيها وكده، وبيقول له عمك فيل ان هو بيتكسف من الحاجات دي بس عيب يا اسطى يعني، وبيروح يقوم جاي مكسر الفاترينا ومكلمها شويه بيقول لها ان هو معجب بيها اللي هو يا بنت بقى ويقول لها كلام رومانسي كده وبيبوسها. والله يا جدعان الوحده صعبه برضه. المهم بعدها عم الحاج بيقرر ان هو هينتحل ان هو جاب اخره من الوحده اللي هو فيها. يا عم وحد لا يقعد من غير بشر؟ هتقولي ناتاشا بس الوحده يخش دعوته. المهم بيكون حدد مكان كده عند الصخره كبيره وبيكتب عليها اركض في سلام يا عم فيل، وبيركب عربيته عشان يخبط في الصخره وبيرجع مسافه كبيره وبيسوق على اعلى سرعه، ولكنه بيفرم على اخر لحظه عشان شاف دخان كده جاي من بعيد. طبعا الواد اتصدم لان ده امل كده ان في حد عايش تاني غيره وان فاهم يا يلا بينا نروح نشوف مين ده. ولما بيروح بيلاقي ان هو في واحده منشره هدومها فيغمن عليه كده وبيفكرها الممثله الكسندر داداريو وبيكون فرحان جدا، بس بيفوق بيلاقي واحده عاديه كده اسمها كارول بس يا هو حد يلاقي. المهم يا عم حاجه بتعمله تنفس صناعي يعني وبيكون مستغرب ان هي موجوده هنا وبيفضل يكلمها بهمجيه كده وبتفكر ان هو هيأذيها فبتطلع مسدسها بقى ولا اثبت يا ضحى حفلك نصين، وبيكون بيحاول انها ما تخافش منه. استهدي بالله يا ماما في ايه؟ وبيقول لها والله انا صرفت كده بس عشان بقالي سنتين ما شفتش لحمه، يعني ما شفتش بني ادمين يا ماما في ايه وخاصه ستات انا تعبان. وبعد شويه اسئله وحوار كده بيدور ما بينهم بيقدر ان هو يطمنها وبيسلموا على بعضهم وبيكونوا هم اخر اتنين على الارض اصلا. وبعدها بيقعدوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا شويه عن اللي حصل في الكوكب وهي بتكون رغاية جدا، يعني انا كنت صدقت ان تحت من البشر لقيتهم كانوا انقرضوا بجد. المهم بيفضلوا بقى يرغوا مع بعض وبيفضل برضه يتكلم عن نفسه وبيسالها بقى بعض اسئله كمان عن كان بيشتغل ايه هما الاثنين بقى فاهم الحاجات دي كلها. وبعدها بياخدها معاه وبيركبوا العربيه وبيعدي على اشاره مرور كده كانت منوره احمر فيها بتقول له انت لازم تقف برضه وتحترم القانون، فبيقول لها ماما قانون ايه حبيبتي انا وانت بس اللي على الكوكب انت عندي انت فايقه يا ماما في ايه. المهم بعدها يعمل حاج بياخدها معاه بيته بيكون بيته طبعا من بيت متكركب على اخر امه، فبتكون مستغربه قوي اللي هو عامله في البيت ده ايه يا اسطى واللوح والتماثيل اللي انت سارقها والمجلات اللي بتتفرج عليها دي، وان هو اصلا بيقضي حاجته في الحمام السباحه بيعملها على نفسه حمام السباحه، يعني الحمام نفسه يعني تصدق السمن ايه يا اسطى القرف ده. المهم بتقول له انا مقدر الظروف الوحشه اللي انت مريت بيها وان انا بس مش عايز احكم عليك من بره لان واحد ما شافش بشر بقاله سنتين برضه، بص انا هساعدك انا هساعدك يا باشا ان انت تقدر ترجع لحياتك بشكل طبيعي وانا معاك يعني.
يعني. وبتكون بقى بست منظمه كده ونظيفه يعني. وبتشوفها تاني يوم بتروح البيت وبتنظفه وبتشيل كل حاجاته وبتعبيها في الكيس كده. بيكون هو عشان معفن بيستغرب اللي هو ايه يا اما اللي انت بتعمليه ده، انا ما نظفتش، ما تنظفيش يا اما حاجه. فتفضي الكيس اللي معاها عشان اتعصبت منه، بتقول له انها ما ينفعش اللي هو بيقوله لها ده، لازم المكان يكون نظيف يا معفن انت. بص انت لازم روح السوبر ماركت تشتري ادوات نظافه من هناك وهطلع عين امك لما جبتليش ادوات نظافه. المهم يا عم الحاج بيركبوا العربيه عشان يروحوا السوبر ماركت، ولما بيوصلوا بيركن عمك فيل في مكان مخصص للمعوقين. بيتعصب جدا عليه وبتقول له ما ينفعش تركن في المكان بتاع المعوقين يا حيوان. فيا جدعان انت عبيطه يا ماما، ما فيش يا ماما خلاص. المهم بقى بص هو صراحه بيقوم جاي داخل بالعربيه سوق جوه السوبر ماركت عشان تسكت يا ايه. طبعا هي بتتعصب عليه اكتر عشان هو ما بقاش بيلتزم بالقوانين والقواعد. انت لازم ترجع اصلا تلتزم بالقوانين والقواعد يا ماما، انت عبيطه يا ماما. قوانين وقواعد ايه؟ قوانين وقواعد دول البشر اللي حاطينها ماتوا، واللي كانوا بيطبقوها اتنيروا على ابوهم وماتوا. المهم يا الحاج بنشوف بعدها بالليل قاعد مع الكور اللي هو عاملها دي وبيلعب معاهم بلياردو. بيكون بيتكلم الكور عنها وانها عائله رخمه وغبيه وعايز تتحكم فيه، وشويه تقول لي التزم بالقوانين وشويه روق البيت وخليك تضيف. انا مش عايز حد يتحكم فيا والله، انا عيل معفن يا عم. في ايه؟ فبدا بقى يتكلم عليها كلام وحش. وبعدها تاني يوم بنشوف ان هو شافها بتلم حاجاتها وبتحطها في عربيه. بيروح يسالها ماما انت رايحه فين يا حاجه، في ايه؟ فبتقول انها رايحه تعيش في البيت اللي جنب بيته. وبيكون هو اساسا مش عايز تقعد معاه في البيت اللي جنبه عشان هو بيعمل انشطه كتير ومش عايز حد يشوفه. المهم يا عم الحاج بيحاول ان هو يطفشها ويقنعها، بس بتقول له من الاخر كده انا عايزه ان احنا الاثنين نرجعوا للحياه على كوكب الارض تاني عشان ما يحصلش الانقراض ده اكتر ما هم انقرضوا اصلا. المهم فبيقول لها بقول لك انت لو اخر واحده في الدنيا، وده حقيقي يعني على فكره، انا لا يمكن ارجع حياه الكوكب مع واحده شبهك. يا شيخه انت تتهيلي يا، وانا ما لقيتش غيرك والله، ما لقيتش غيرك فعلا. المهم هي بتقول له يا عم اتنيد عشان انا هموت عليك يعني، ده انا عندي ان انا اكل اكل قطط ولاني ارجع الحياه على كوكب الارض مع واحد همجي زيك ومتكلف. المهم بس للاسف ان احنا لازم نعمل كده برضه بالصحاب، ما لازم نرجعهم الحياه على كوكب تاني كده، ما ترجعوهاش. انا كبشري بقول لك انا عايز انقرض. المهم بتقول له انا متاكده برغم ان انت كائن بشع اللي انا شايفاه قدامي ده، انت اكيد جواك انسان طيب وشخص كويس يا ولد، وافضل ان انا احاول واحاول عشان الاقي الشخص الكويس ده جوايا. فبيقول لها ربنا يوفقك يا ماما وتلاقيها حبيبتي، اتكلي على الله بقى واسيبني في حالي. وهي تبدا تقول له على فكره انت شخص كويس، طب على فكره بقى انت حيوان ابن حيوان بقى، الله الله يعلم ابوك. المهم يا ابن الحاج بيكون بعدها قاعد بيعمل حاجه المفضله بالنسبه له الا وهو ان هو يشوف حمام السباحه. المهم هي بتروح له بتفضل تلمح له كده على موضوع الجواز يعني، لو ما تيجي يا اسطى فيه. وبيلاقيها بتاكل طماطم كده، وهو بيكون اسامه ما بياكلش الخضار، ناكل خضار ليه؟ وعمال بقى ياكل معلبات وبيكون عايز طماطم منها. معلش اقول لها جيبي طماطمايه كده، بتقول له انا زرعت سنه الطماطم دي يا ابن الهبله، بص احنا لازم نشتغل مع بعضينا عشان نزرع كده علشان ايه نعيش ونتجوز والدنيا تبقى زي الفل. وبيكون برده هو بيصدها ولا لا معلش مش عايز اتجوز انا مش عايز. المهم يا عم الحاج بيكون قاعد بياكل من المعلبات دي وبيكون قرفان ان هو زهق من الاكل ده. المهم بنشوفه بالليل دخل على المحصول بتاعها وفضل ياكل منه الطماطم بقى كله، طبعا عمال ياكل بنهم شديده، تقول يعني ايه بنهم بفجعه. المهم يا عم الحاج تاني يوم بتروح له بتقول له انت اللي اكلت الطماطم يلا يا بارد يلا، انت بتاعت عبيط يلا. ولا لا والله ما اكلتهاش. وبيكون في بواقي الطماطم اصلا لسه على وشه وعلى لبسه. ومعيش في الكلمه يعني ما فيش حد على ام الكوكب ده غير انا وانت، هيكون مين اللي اكلها يعني. المهم هي ماشيه بتكون ربط رجليها والطور وجامعه بساله وايه اللي حصل لها. المهم بتقول له انها وقعت غطا بلاعه كده على رجلها، بس انا كويسه الحمد لله مفيش اي حاجه، خليك انت في حاجه مالكش دعوه بيا. وبيكون قاعد بيلعب بالليل كده وبيبني زي تمثال. وتاني يوم كان راكب عربيه وبيجيب حاجات وهو مروح وبيشوفها، وبتكون بقى رجليها متعوره وتعبانه جدا، وبتكون بتشتغل وبتحاول انها تنقذ الزرع بتاعها وتوصل له ميه، وبتصعب عليه جدا وهي في الحاله دي والله. على خط اثرت بسببها. المهم بيروح لها وبيكلمها وبيكون بيعتذر لها من تحت ضرسه كده من اسف، وبيعرف بقى انها مش عارفه تزرع تاني عشان مفيش ميه بسبب ان الماسوره بتاعت الميه اتسدت بسبب ان الحمام اللي عنده مسدود اساسا انه بسببه ان هو ما صلحوش. انت عملت شو حيوان في الحمام السباحه بدل ما تصلح الحمام بتاعك. المهم بعدها بيتكلم معاها شويه كده وبيقرر ان هو يساعدها من غير ما يقول لها وبيصحح غلطته. وبيروح يجيب خرطوم ميه كبير كده وبيروح للحنفيه بتاعت خزان الميه، وبيفضل بقى يحاول ان هو يفتح الخزان ويحط الخرطوم فيه فاهم انت، وبيحاول ان هو يوصل ميه كبيرة جدا فيه كده. هو بيفضل بقى كتير جدا خرطوم يتفكوا بيركبوا تاني يتفكوا يركبوا تاني ما علينا. المهم في الاخر بيقدر ان هو الحمد لله يوصل الميه بالخرطوم ومش بيقع، ويروح بالليل عشان يوصل الميه ايه للجنينه الطماطم بتاعت كارول. وتاني يوم بتخبط عليه وبتخليه يجي معاها وبتقولي له ان هو اللي عمله وان الطماطم بدات الحمد لله انها تطلع. المهم بيكون بيقول لها ايه ده ايه ده ايه ده انا عملت كده والله العظيم، اكيد اللي عمل كده حد فضل قاعد طول الليل وقرا كتاب عن ازاي يوصل الميه والكلام ده، يعني انت محتاج تقرا كتاب عشان توصل الميه. هي بتقول له تمام يعني مش مهم انا عازمك النهارده على العشاء يا اسطى بقى يلا يا عم الحاج يلا بقشش على نفسك. المهم قبل ما تمشي بيقول لها ان هو عمل كده وبتقول ان انا عارفه انا اكيد يا اسطى انا مش ياس بجيتني يا سلام ما عرفتش انا كده. المهم يا عم الحاج مش حوار يعني لما بتمشي بيقول لنفسه ايه ده انا وصلت كده راجل عينك والله العظيم دي حاجه ما هنساها طول عمري ابدا. المهم بيروح بالليل يتعشى معاها وبف
افتتحوا تاني في الموضوع ان هم يتجوزوا ويرجعوا الحياه على كوكب الارض من تاني. يا جدعان انا بقول لكم ما ترجعوش ام الحياه، ليه تجيبوا عيال يبقى ابوهم المتخلف عقليا دي والمتشدده بنت اللذينه دي؟ ومتشدده هنا مش معناها معنى ديني يا عم الفلحوس، انت متشدده يعني انها اوفر قوي، ما التشدد ده هو الاضواره في اي يكن اي حاجه. هي المهم فبيقول لها خلاص بقى، بس بيلاقيها كده بتقول ان هم قبل ما يعملوا كده لازم يتجوزوا الاول، يعملوا طقوس الجواز وبيكون في الخاتم بقى، فاهم انت الحاجات دي؟ وبيكون مش فاهم يعني يا ماما ما فيش لازم يا ماما كل الحاجات دي دلوقتي، احنا ما فيش غيرنا اصلا على كوكب الارض يعني. هي المهم بتقول ان هم لازم يعملوا كده عشان اول طفل يجي على الارض ما يكونش ابن حرام. يا ابن الحرام انت ما بدك ما يكونش ابن حرام زيك. المهم فهو بيكون مستغرب وبيطلع يقف بره البيت كده وبيزعق كده جامد من الغباء اللي هو شايفه ده. والله العظيم هو غبي برضه يعني، هو انت اللي ذكي قوي بحمك. المهم يرجع لها تاني بيقول لها ماشي انا موافق ان احنا نتجوز عادي جدا عادي جدا، طب هنجيب المخزون منين بقى يا روح امك؟ المهم بعدها بتقول ان هو ينزل على ركبه. لا 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 يا روح امك معلش، نزول على الركب مفيش. لا انا هتجوزك انا على ركبي. لا يا ماما. المهم بتقول لها يا عم انزل على ركبك يا عم اطلب مني الجواز. المهم بيعمل كده وهو مش مصدق الهبل اللي هو فيه ده وبيطلب منها الجواز بقى اللي هو توافق وترفض بقى. طب سيبني افكر. يلا روح امك انت هتتنام يا عم. المهم بتوافق وبتفرح جدا بنت الهبله دي وبيمشي للبيت بقى عشان المفروض بعدها هيبداوا في المراسم بتاعه الجواز. والحمد لله يا سيدي لحد الان بس كده توتا توتا خلصت امي دي حدوته. وما تنساش سبسكرايب لايك كومنت شير انستغرام عشان فولو كريم اسامه عشان هو لما اجي الفيديو وادعم فولو احمد سمعش لو كنت سكيب ده وتخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك تعمل سبسكرايب قد حدوته جيمنج وحدوته بعد النوم عشان طبعا هنا فين قبل النوم هناك فين بعد النوم والحاجات دي كلها وتعمل سبسكرايب قد حدوته جامده وبس كده يا جدع. خد لك بوسه كده حلوه. سلام عليكم.